بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من جديد لتعليم اللغة الفرنسية مع كتاب بيالليغ إي كومبخوندر كالعادة. طبعا كنا قد توقفنا عند هاد الصفحات، طبعا رأينا الكلمات التي تنتهي بهاد إي أو أن. إي أو أن كما ذكرنا أنها تعطي الصوت يه يه، مثلا كلمة شيا، مثلا كلمة لو ميكانيسيا، مثلا كلمة أنسيا أو أنديا، ميزيسيا إلى غير ذلك. إذن في هذه الفقرة سنرى هاد الصوت أه. إذن سنرى هاد الصوت أه. طبعا هنا عندنا يه يه يه، هنا رأينا يوم يوم، مثلا غيون أو مونديون، إذن هنا عندنا يه. أما هنا فعندنا أه أه، مثلا كلمة به به. إذن سنرى بعض الكلمات المتضمنة لهاد الصوت. إذن كما عندنا هنا دون لو جاردان، دون لو جاردان نيكول أفي دي بيجون، في الحديقة نيكول أفي دي بيجون. إذن نيكول أنها رأت أفي دي بيجون، voilà ce sont des pigeons. إذن نتكلم عن الحمام. venez plus près، venez plus près، تقول لهم venez plus près، تعالوا. طبعا près كما رأينا يعني قريب، plus près أكثر قربا، تعالوا أكثر قربا، المقصود اقتربوا. voulez-vous du pain، هل تريدون خبزا؟ إذن هي تسأل هاد الطيور، تقول لهم هل تريدون خبزا؟ voulez-vous du pain. dans le jardin نيكول a vu des pigeons، نيكول a vu des pigeons، إذن نيكول أنا رأت طيور الحمام. venez plus près، venez plus près، تعالوا أكثر قربا، المقصود كما قلنا اقتربوا. voulez-vous du pain هل تريدون خبزا؟ ثم عندنا هذه الأصوات سا ذا با لا ما با با ما غ غ غ غ. إذن كما ذكرنا سا ذا با با لا ما با ما غ غ. أحيانا تكون عندنا هاد أ إي أن التي رأينا الآن والتي تعطي الصوت أ، ممكن تعوض في بعض الكلمات بهاد أ إي أم، أ إي أم أن تعطي أ، لكنها قليلة بالنسبة لهذه. طبعا في بعض الكلمات تكون عندنا هاد أ إي أم أ أ، وكأننا نقترب من ذكر هاد أم ولكن تنطق مثل هذه. مثلا إلى ف، إلى ف هو عنده جوع. طبعا كلمة ف التي تعني جوع طبعا تكتب أ إي أم، إلى ف. ثم voici du pain، voici du pain، إذن هو عنده جوع، voici du pain، ها هو من الخبز، ها هو من الخبز، voici du pain، ها هو من الخبز. ثم عندنا هنا نيكول، نيكول طن طن لما نيكول أنها تمد، نيكول طن. طبعا عندنا هنا الفيرب طوندر، الفيرب طوندر أنك تمد شيئا، تجعله كما نقول أطول، نيكول طن لما. إذا نيكول تمد اليدين. لي بيجون نون با بور، لي بيجون نون با بور، إذن الطيور الحمام ليس عندها خوف. لي بيجون نون با بور، لي بيجون نون با بور، إذن طيور الحمام
ليس عندها خوف. Ensuite, nous prenons des mots avec un, avec A et N, qui donnent le son un. Et d'un badan, خذ الكلمات بهذا الصوت un, كما نلاحظ. مثلا, le pain, الخبز. Le bain, الحمام. Le bain, الحمام. La main, la main, اليد. Le nez, نتكلم عن رجل قصير. كمان نقول قزم لو ن هو لست امتنا لو بتينا نقول لو ن لو غران لو غران لو غران بدر ثم دوما دوما غدا كما تلاحظوا ما يد ما اليد ولكن كلمه دوما تعني غدا مثلا نقول دوما نوزيرون à l'école. Ensuite, nous prenons les mots avec un, qui s'écrit avec A et M. ولكن نتحدثون عن الكلمات المتضمنة للصوت un, الذي يكتب A et M. Par exemple, la fin. Par exemple, la fin. نقول هنا, il a faim. Il a faim. هو عنده جوع. إذا la faim المقصود بها الجوع. Il a faim. هو عنده جوع. Je n'ai pas faim. أنا ليس عندي جوع. Je n'ai pas faim. أنا ليس عندي جوع. لست جوعان. ثم عندنا يه. يه. تماما كما رأينا فيما سبق. يه. إذن عندنا هذا الصوت. يه. Par exemple, ce livre, c'est le mien. هذا الكتاب. C'est le mien. إنه لي. إنه كما نقول ديالي. هذيك ديالي هي هاد لو ميان كما ذكرنا. لو ميان. C'est le mien. Ce livre, c'est le mien. Voici le tien. ها هو الذي لك. كما نقول ها هو ديالك. Voici le tien. C'est le mien. Voici le tien. Viens ici. Viens ici. تعال هنا ليلي. يا لولي viens ici Lily تعال هنا Lily ثم عندنا ce matin هذا الصباح طبعا هنا عندنا هاد ان تكتب اي ان بدون ا اذا طبعا ce matin اذا كلمه matin الصباح تكتب اي ان بدون ا Alain doit prendre le train pour aller à Paris pour aller à Paris إذن Alain doit prendre يتوجب أخذ يتوجب أخذ يتوجب عليه أن يأخذ doit c'est le verbe devoir هنا عندنا le verbe devoir doit prendre le train يتوجب أخذ القطار إذن Alain يتوجب عليه أن يأخذ le train القطار pour aller pour aller للذهاب لكي يذهب à Paris إلى مدينة باريس إلى مدينة باريس طبعا نتكلم على العاصمة الفرنسية تسمى باريس أو بيان كما عندنا هنا باري أو كما عندنا هنا باري ce matin هذا الصباح Alain doit prendre le train pour aller à Paris إذن هذا الصباح ألا يتوجب عليه أن يأخذ القطار ليذهب إلى مدينة باريس. Ce matin, Alain doit prendre le train pour aller à Paris. J'ai encore faim. أنا لازال عندي جوع. أنا لازال عندي جوع. إذن أنا مازال جوعان. J'ai encore faim. أنا لم آكل بشكل كافي. لازال عندي جوع. J'ai encore faim. Je voudrais un autre morceau de pain. Madame, أنا ما زال عندي جوع. Madame, أنا لا زال عندي جوع. Alors, je voudrais un autre morceau de pain. Je voudrais. كما ذكرنا, هذا le verbe vouloir, مصرف, فش, في أي زمن, au conditionnel présent. طبعا من ضمن الأهداف ديالو
من ضمن المعاني ديالو أنه تفيد تلطيف الطلب كما ذكرنا. كان ممكن مثلا الطفل أو أيما شخص أنه يقول جو فو، أنه يقول جو فو أنا أريد، ولكن ماذا قال هنا؟ قال جو فودغي. طبعا عندنا هنا لو فيرب فولوار كما ذكرنا، إذن لو فيرب فولوار يعني أراد. جو فودغي كما لو يقول من فضلكم أنا أريد. أن أوتخ مورسو دو بان، قطعة أخرى من الخبز. أنا أريد من فضلكم قطعة أخرى من الخبز لأنني لازلت جوعان. جي أونكور فان، جو فودغي أن أوتخ مورسو دو بان. جي أونكور فان، جو فودغي أن أوتخ مورسو دو بان. إذن هذا الطفل مثلا يريد قطعة أخرى من الخبز، إذن نقول له تيان خذ، تيان خذ. طبعا عندنا هنا لو فيرب تونيغ، لو فيرب تونيغ أنك تأخذ باليد. تيان خذ. فوالا دو بان إي دو شوكولا، ها هو من الخبز ومن الشوكولاتة، ومن الشوكولاتة. فوالا دو بان إي دو شوكولا، إي دو شوكولا. فوالا دو بان إي دو شوكولا، ها هو من الخبز ومن الشوكولاتة. Veux-tu dire merci؟ هل تريد أن تقول شكرا؟ Veux-tu dire merci؟ Veux-tu، طبعا عندنا هنا لو فيرب فولوار. Tu veux، أنت تريد. Veux-tu، هل أنت تريد. Dire، قولة. دائما الفعل الذي يأتي بعد فعل آخر الثاني لا يصرف، الثاني لا يصرف. إذن عندنا لو فيرب دير تنحطه كما هو، لا يصرف لا مع جو ولا مع تي ولا مع إيل. إذن في افيك موا، تعال معي. دون مو لا ما، دون مو لا ما، اعطيني اليد. المقصود دون مو طما، دون مو طما. إذن هذا هو المقصود هنا، طبعا اعطيني يدك، ولكن اللي عندنا هنا اعطيني اليد. إذن المقصود بها اعطيني يدك، كأننا نقول دون مو طما طما يدك. الون فوا لو بولان، إذن فلنذهب لنرى لو بولان. لو بولان يعني ولد الفرس، نتكلم عن المهر، المهر ولد الفرس. او مارشي مون بير ا اشتي دو غران بور لي بوسان، او مارشي مون بير ا اشتي دو غران بور لي بوسان. إذن او مارشي في السوق مون بير ا اشتي دو غران، إذن أبي اشترى دو غران. طبعا نتكلم عن الحبوب، طبعا نتكلم أحيانا عن لا غران، لا غران أو بيان لي غران. إذن هنا نتكلم عن البذور. أو مارشي مون بيغ أشتي دو غران بوغ لي بوسان، إذن في السوق أبي اشترى حبوبا، حبوبا بوغ لي بوسان، بوغ لي بوسان من أجل الفراخ. اشترى حبوبا من أجل الفراخ، إذن لكي تأكلها الفراخ. فوني فيت، فوني فيت. إذن طبعا فلنتدرب على لو فيرب فونيغ لأنه يستعمل بكثرة كما تلاحظوا. إذن عندنا هنا فوني فيت بوتي بوسان، أيتها الفراخ الصغيرة كما نقول. بوتي بوسان، بوتي بوسان، فراخ صغيرة. فوني مونجي لو بون غران، فوني مونجي لو بون غران، تعالوا لتأكلوا الحبوب الجميلة، الحبوب اللذيذة كما نقول. إذن فوني فيت بوتي بوسان، فوني مونجي لو بون غران، تعالوا تأكلوا لو بون غران. لو بون غران كما نقول هنا الحبة اللذيذة، المقصود هنا الحبوب اللذيذة. تي نو كوني با ليستواغ دي بوتي نان دو لا فوغي، أنت لا تعرف. تي نو كوني با، طبعا كما رأينا سي لو فيرب كونيتر، هذا فعل عرفة. تي نو كوني با، أنت لا تعرف. تي كوني، أنت تعرف. إذن عندنا هنا أنت لا تعرف ليستواغ،
histoire يعني قصة. طبعا كلمة histoire كما سنرى في معاني أخرى ممكن تعني التاريخ. نقول مثلا l'histoire de l'humanité، إذن تاريخ الإنسانية. إذن عندنا هنا tu ne connais pas l'histoire، أنت لا تعرف، أنت لا تعرف قصة ديبتينا. ديبتينا إذا نتكلم كما رأينا عن، كما عندنا هنا لو بوتينا، فوالا سي لو بوتينا، إذا نتكلم عن القزم الصغير. هنا عندنا لي بوتينا، إذا نتكلم عن الأقزام الصغار دو لا فوغي، للغابة. أنت لا تعرف قصة أقزام الغابة الصغار، أنت لا تعرف قصة أقزام الغابة الصغار. Tu ne connais pas l'histoire des petits nains de la forêt. Va vite te laver les mains. Va vite te laver les mains. Va vite. اذهب بسرعة. كما عندنا هنا. Venez vite. تعالوا بسرعة. Va vite. Va vite. اذهب بسرعة. Te laver. لتغسل. طبعا عندنا هنا لو فيرب سو لافي. سو لافي. يعني فعل غسل نفسه. كما نقول. أنك تغسل طرفا من أطرافك. أو أنك تغسل نفسك، تغسل رأسك، تغسل يديك، تغسل رجليك. إذن طلافي، إذن عندنا هنا لوفير صلافي. مادام أن الكلام موجه للمخاطب، إذن سنقول فا فيت طلافي لما، إذهب بالسرعة لتغسل نفسك اليدين. فخوت لي بيان، عندنا لوفير فخوتي، فخوتي يعني أنك تحك أو تفرك. فخوت لي يعني إفرك هما. افريك هما تنقولو حنا بالدارجة حك مزيان. فخوت لي بيان، إذن فخوت لي بيان، إذن حك مزيان باش يحيد داك الوسخ مثلا. إذن فخوت لي بيان، إذن افريك هما جيدا. فواسي دو صابون، ها هو الصابون. فواسي دو صابون، ها هو الصابون. إذن نعيد، غافي تو لافي لي ما، فخوت لي بيان، فواسي دو صابون. إذن كما قلنا، سو ماتا ألا دوا بخوندر لو تخان pour aller à Paris. J'ai encore faim. Je voudrais un autre morceau de pain. Tiens, voilà du pain et du chocolat. Veux-tu dire merci? Viens avec moi. Donne-moi la main. Allons voir le poulain. فلنذهب لنرى ابن الفرس. فلنذهب لنرى المهر ابن الفرس. Au marché, mon père a acheté du grain pour les poussins. Venez vite, petit poussin. Venez manger le bon grain. Tu ne connais pas l'histoire des petits nains de la forêt. Va vite te laver les mains. Frotte-les bien. Voici du savon. ثم ننهي مع هاد الكلمات وهاد العبارات. Un morceau de pain. Un morceau de pain. قطعة خبز. كما رأينا قبل قليل. Je voudrais un autre morceau de pain. Un bâcho. Un bâcho. كما تلاحظوا هنا. سيلوبا إذا نتكلم عن حمام، عومة، إنسان تيعوم، يعني أنه تيغسل نفسه. إذا نتكلم عن لوبا، أن باشو، إذا نتكلم عن حمام ساخن، حمام ساخن، أنك تأخذ حمام ساخن، أن باشو. إذا ثم عندنا لما دغوات، لما دغوات، اليد اليمنى، لما غوش. اليد اليسرى. لما غوش اليد اليسرى. إذا نستأنف الفقرات القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.